بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا أجمعين وبعد، إخواني أخواتي، لقد اتصلت بواحد المساج واحد المساج اللي بالحقيقة بكاني وبكيت معه، حيث كيخص واحد الأخ المحترم، واحد الأخ اللي عزيز عليا بزاف بزاف، وهو راه عارف القيمة ديالو عندي، لأن احنا ديما في اتصال أنا وياه، وديما كنتكلمو وديما كيسول عليا ونسول عليه. البارح مع الزوج ديالي صيفط لي واحد المساج، عاد قريتو اليوم في الصباح، هو غير قريتو راه عارف بلي صيفط لنا الميساج في واتساب ديالو. بقات الامر الميساج اللي وصلني ديالو بكاني، ومن دخلت القناة ديالو باش نشوف واش انه هاد الميساج يعني بصح ولا يعني غير شي واحد خطا في التليفون ديالو ولا، وتلاقيتو حط هاد الفيديو. فما نكذبش عليكم، حيح لي ركابي وبكاني، زاد بكاني عاد. وش نقول لكم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. اي واحد كي يمشي له اغلى واغلى واغلى ما عنده في الدنيا اللي هما الوالدين، فغادي يتعذب، فغادي يحس بواحد الفراق اللي هو كبير كبير. ولا اله الا الله محمد رسول الله. فهو في حقيقة الامر خبر محزن وخبر حزين، لانه كيخص واحد المرأة اللي هي المرأة الحنونة والمرأة الحبيبة، واللي تعذبت علينا في الكبر ديالنا في الصغر ديالنا، واحد المرأة اللي تحملت المشاق ديالنا والزقا والعذاب، واللي هاد الأخ المحترم الأخ العزيز والأخ الحبيب سعيد اللي هو من قناة تاج توب، توفات الأم ديالو الله يرحمها والله يوسع عليها، اللهم اجعل قبرها نور، اللهم اجعل القرآن الكريم أنيسا لها في القبر، اللهم تجاوز عن سيئاتها الكبيرة والصغيرة يا رب، اللهم ارحمها برحمتك الواسعة يا رب، اللهم اغفر لها الذنوب كلها، اللهم تجاوز عن سيئاتها، اللهم صبر أبناءها وصبر عائلاتها وصبر كل واحد اللي كانت عنده معها صلة إن شاء الله. وأنا نقول الأخ تشتب، ما عليك إلا الصبر، ما عليك إلا الصبر، ما عليك إلا الصبر، اللهم يرزقك إن شاء الله أنت والعائلة ديالك والحباب ديالك إن شاء الله، اللهم يرزقكم صبرا سيدنا داود، اللهم صبركم يا رب، اللهم انزل عليكم الرحمة يا رب، اللهم انزل الرحمة في قلوبكم ويصبركم يا رب العالمين على هذه الوفاة. ونطلب الأم ديالك إن شاء الله الرحمة والغفران، لله ما أعطى ولله ما أخذ، كلنا إليها إنا لله وإنا إليه راجعون، كل نفس ذائقة الموت. ما عليكم إلا الصدقة، ما عليكم إلا قراءة القرآن والدعاء لها بالمغفرة والرحمة إن شاء الله. الله يصبركم والله يصبركم والله يصبركم والله يكون معكم إن شاء الله. والأم العزيزة وأم الحبيبة الله يسمح لنا من الوالدين، نطلبولها إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يغفر لها الذنوب، ونطلبوا لها إن شاء الله الرحمة والغفران من عند الله سبحانه وتعالى. ونقول كاع الناس اللي يشوفوا هذا الفيديو يدعيوا مع هذه الأم بالرحمة والغفران إن شاء الله. ونتمنى أنهم كاع اليوتيوبرات يمشيو يقفوا مع أخونا سعيد في هذه الساعة اللي هي ساعة الحزن، ساعة الكآبة لسوء الحظ، ولكن الشي ديال الله، ربي اللي عطانا، ربي اللي يدينا، وربي اللي يتصرف فينا كما يشاء. فلا تحزن يا أخي، كلنا إليها، وربي غادي يرزقك الصبر إن شاء الله من حيث لا تحتسب. ونقول اليوتيوبرات إن شاء الله اللي كيسكنوا ماشي بعيد عليه أو في المغرب، أنهم يمشيو يجتمعوا ويمشيو يوقفوا معاه في هذه الساعة هذه، ويصبروا الأخ ديالنا سعيد اللي هو راجل بمعنى الكلمه، وانا كنحترمه، هو عارف القيمه ديالو عندي، وانا كنحترمه بزاف بزاف، لانه هذيك الام اللي مشات الله يرحمها ويوسع عليها رباته وحسنت له التربيه، والدليل كنشوفوه في القناه ديالو، انسان متخلق، انسان عنده الشفقه، انسان كيحترم، انسان كيوقف مع الناس. انا شخصيا وقف معايا بزاف بزاف، وكنشكر بزاف بزاف من هذا المنبر، وكنحترمه أشد الاحترام. ونقول له الله يعظم الأجر، الله يصبرك يا أخي، والله يصبر العائلة ديالكم كاملة إن شاء الله. ونقول لك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.